هذا المسعى وهذا المشروع الذي بدأ منذ فترة، ويتصل الأمر بمشروع التطبيع مع الكيان الصهيوني. تنظر الندوة من جوانب وزوايا مختلفة، وتنظر إلى هذا المسعى من مختلف أبعاده، سواء كانت العقدية أو الثقافية أو كذلك تأثيرات السياسية والأمنية. هي المخاطر متعددة وقد أشرنا إليها، وأشرنا إلى المخاطر المتوقعة من الوجود الإسرائيلي يعني قريبا منا وقريبا من حدودنا، بل خطر الوجود الصهيوني في المنطقة العربية عموما. فهذا المشروع من شأنه أن يمكن لهذا الحضور، وهو الذي نريد أن نحسس الجماهير العربية والإسلامية لتكون على بينة ولتكون على حذر من هذا المشروع الآثم. كنا أصدرنا بيانين في مرحلتين متزامنتين في بداية ثم متلاحقتين فيما بعد، وحذرنا مختلف شعوب الأمة العربية والإسلامية من هذا المشروع، وذكرنا فيه بموقف الجزائر، موقف الجزائر المبدئي من القضية الفلسطينية العادلة، وهو ما أكدناه في هذه الندوة وفي الكلمة التي افتتحنا بها فعاليات الندوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم.